من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. أيها الإخوة، هناك في العالم أحداث ومشكلات تدعو إلى التشاؤم، ولكنك إذا قرأت هذا الحديث وقرأت هذا الذكر قراءة واعية وفهمت أبعاد هذه الكلمات التي قالها النبي، لا يمكن أن يكون هناك تشاؤم. لماذا؟ لأن الله قوي، بيده كل شيء في صفة قوة، ويحمد على كل شيء، بيده كل شيء ويحمد على كل شيء. إذن كل ما يحدث خير. هذا الحديث إذا فهم فهما دقيقا لا يبقى في القلب تشاؤم ولا قلق ولا خوف، مع أن الأمور مزعجة، كوارث، فيضانات، حروب أهلية. له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. المشكلة أن الناس حينما يفهمون الدنيا على أنها دار قرار، الحقيقة ليست دار قرار، هي دار ابتلاء، هي ممر وليست مقر، هي دار عمل وليست دار جزاء، هي دار تكليف لا دار تشريف. إن فهمت حقيقة الدنيا ترى أن الله يعالج عباده. لا يمكن الله عز وجل إذا كان قنن يكون تقنين عجز، إلا أن يكون تقنين تأديب. فكل شيء الله عز وجل خلقه لصالح المؤمن، لصالح أن يعرف الإنسان الله عز وجل. فالإنسان مكرم، أما له الملك وله الحمد. في آية قرآنية تجعل الإنسان في حيرة كبيرة، يقول الله عز وجل: ألا إلى الله تصير الأمور. فالمنطق يقول: طيب هي الآن صارت إليه، بيد من كانت قبله؟ بيده. طيب ما معنى هذه الآية إذا كان بالأساس بيده؟ الآن قال: ألا إلى الله تصير الأمور. قال العلماء حول هذه الآية أن أهل الدنيا الشاردين يرون الأمور بيد زيد أو عبيد، هؤلاء الأقوياء في العالم يتوهم الشاردون عن الله عز وجل، يتوهم الجاهلون أن الأمر بيدهم، أو أن الحروب الكبرى بيدهم، أو أن إنهاء العالم بيدهم. يؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يعني هي القوى الكبيرة في العالم كيف أحيانا تتداعى كما يتداعى بيت العنكبوت؟ كيف أمة قليلة جدا لا يزيد مقاتلوها عن 200,000 يرغمون أنف ثاني أكبر قوة في العالم؟ كيف؟ يعني الله هو القوي، إذا منح قوته لفئة تنتصر رغم أنف كل التفوق العلمي. لذلك الله عز وجل قال: ألا إلى الله تصير الأمور. بنظر الشاردين الأمور كانت يد فلان أو فلان، يوم القيامة تبدو لكل الخلق أنها بيده. أما المؤمن في الدنيا وهو في الدنيا يرى أن الأمر كله بيد الله، وهذا الإيمان أساسا. ما في جهة قوية مع الله عز وجل، ما في متحرك مع الله، ما في مريد مع الله، ما في جهة في الكون لها إرادة مستقلة عن إرادة الله. طيب الأمر كله بيده. في أيام واحد يسأل: مين صار مدير المستشفى؟ إلو فلان. إلو كيفه؟ في نقطين: بيد من وما أخلاقه،
ربنا عز وجل عم يطمننا، قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الأمر بيده ويحمد على كل شيء. فأي إنسان بيتشائم بعد هذا الذكر، بيخاف بيقلق، بيكون لم يفهم ماذا قرأ، وهذا نقرأه بعد الصلاة كل يوم 10 مرات. بس أيام الإنسان الكلمات إذا رددها وما وقف عن مضمونها بيكون يعني غاب عنه أسمن ما فيها. عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له، هي أهم شيء بالكلام، له الملك وله الحمد. أيام تلاقي شخص قلبك يحبه لكنه ضعيف ما بيده شيء، وأحيانا ترى إنسان قوي لكنك لا تحبه، قوي لكنه ليس أخلاقيا، وقد تجد أخلاقيا ليس قويا. هو الحقيقة الإنسان ما لا ينشد إلا إلى جهة، بقدر ما هي قوية بقدر ما هي كاملة. لذلك يعني من هو الله؟ الذات الكاملة، الذات، وجود ذاتي لا يحتاج في وجوده إلى شيء، يستغني عن كل الخلق، كل شيء يحتاجه في كل شيء، وهو غني عن كل شيء، ذات كاملة. قال وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. واحد معه ورم خبيث قدير يشفي، وفي آلاف الحالات من الدرجة الخامسة وما في أمل إطلاقا، الله عز وجل نظر له بالشفاء. أحيانا الإنسان يعني أخ من إخواننا الكرام صار مع ابنه مرض، يعني حالات شفاءه بالمليون واحد، يبدو أن الدعاء كان محكم والتوكل شديد والإنابة رائعة. سألته قال لي والله الحمد لله بأعلى درجات الصحة، الله عز وجل صرف عنه هذا المرض، يعني الاحتمال كان نادر جدا، فما عاد في داعي تخاف، لا تشاؤم ولا خوف ولا وجل، له الملك وله الحمد، بقدر ما هو قوي بقدر ما هو كامل. نعم، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، متفق عليه. وإذا قلنا متفق عليه يعني أعلى درجة من درجات الصحة، اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وعن يعقوب بن عاصم عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه، مصدقا بها قلبه، ناطقا بها لسانه، إلا فتق الله له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. يعني أنت اجعل همك الواحد أن تطيعه، ودع له كل شيء، لا تقلق بأي مكان بأي زمان بأي وضع بأي صعوبة بأي أزمة بأي ضائقة بأي مشكلة بأي رعب عام، اجعل همك هما واحدا يكفك الهموم كلها، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إن مصدقا مخلصا بها روحه، مصدقا بها قلبه، ناطقا بها لسانه، إلا فتق الله له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. لذلك الإنسان أيها الإخوة إذا ذكر الله ينبغي أن يذكر الله بقلب خاشع
وبقلب حاضر. الذكر اللساني وحده لا يكفي، مع أنه أفضل من عدم الذكر. إذا الإنسان ذكر بلسانه أفضل 1000 مرة من أن لا يذكر. أما نقول له إذا ذكر الأولى أن يذكر الله عز وجل وقلبه حاضر وقلبه خاشع، حتى يكون الذكر أعلى درجات العبادة. نعم، نحن في باب الذكر، يعني هذه أذكار النبي، فالمؤمن الصادق يقلد النبي ويقتفي أثره في أذكاره. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. فإذا الإنسان قالها في أثناء الذكر الجماعي أو الفردي، قالها بإخلاص وبقلب حاضر وبلسان ذاكر، كانت هذه الكلمات نجاة له من النار، والحمد لله رب العالمين.